بحضور الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي، نظمت مكتبة الأطفال بالمركز فعالية اليوم العالمي للطفل، والتي خصصت لأطفال التوحد بمشاركة مركز عالية للتدخل المبكر ومعهد AMAC للموسيقى. وجرى خلال الفعالية إقامة برنامج ترفيهي الهادف التي يخدم احتياجات الطلبة وينمي مهاراتهم الحركية والفكرية، كما تم إعداد مسابقات للرسم والتلوين وعزف الموسيقى الحركية من قبل المعهد مع تشجيع الطلبة على أداء الحركات والتفاعل مع أفراد المجموعة. وتأتي هذه الفعالية لتشجيع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة عموما وطلبة التوحد خصوصا على الانخراط في المجتمع وتوفير بيئة تعليمية ثقافية بأساليب حديثة تواكب التطور المستمر للتعليم في هذا المجال، إذ تولي مكتبة الأطفال الاهتمام البالغ لكل الفئات التعليمية مما يدعم مسيرة التعليم بمختلف الأساليب.